واتكلم عن مقادير الخبيزه. ده شكل الخبيزه عشان بس ايه محدش يبقى مش عارف شكلها، لانها اجيالنا مش كلها عارفاها. ده شكل ورقه الخبيزه، قطعناها تقطيعه متوسطه اهو، ده شكلها زي الفيونكه كده، زي الورده. وقطعناها، وبعدين عندي كمان معاها سلق نفس اللي احنا استخدمناه في القلقاس. عندي هنا شبت وكزبره متقطعين على بعض. عندي رز منقوع مصري، زيت، ثوم مفروم، انا حاطه صحيح بس هطلع المفروم دلوقتي نسيت، ومرقه وملح وفلفل. هنعمل ايه بقى؟ بس هنا كده معلش تقليبه عشان ما نسرحش عنه. اوكي، اول حاجه هنعملها هحط شوية مرقة هنا، بسم الله، مش كتير لأن كل الخضار ده هينزل ميته، فأنا مش محتاجة مية كتير. وهحط معاهم الخبيزة، ناخد بقى دول معانا، حرام نرميهم اهو. مع انتوا بطاء 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 بصراحة، يعني مش معقول. ممكن اخد البولة اروح بيها عند الحلة. هادي الخبيزة نزلت على ايه؟ على الشوربة، عليها الشبت والكزبرة الخضراء اهم، تمام تمام هحط معاهم فصين ثوم صحاح اهو. انا بس بقلب عشان اساعد الخبيزه مع الكزبره والشبت ان هما ايه، بصوا يهبطوا كده. الغطا بقى في الوصفه دي هيساعد في الوقت، بس هيخلي الخبيزه تقلب لون اسود، وده انا مش عايزاه، فمش كده مش عايزه اغطي. انا هنا ايه الاخبار، بدات اهي تتسلق عندي. اقوم بقى حاطه، الله على الريحه، السلق. انا ليه ما حطيتش كله من الاول؟ كان ممكن احط كله من الاول، بس عشان انا الوقت عندي ضيق قوي فبديله مراحله ان هو يهبط بسرعه، وهنقل دلوقتي على النار العاليه عشان ما تتخانقوش معايا. واسالوا السؤال اللي انتوا عايزينه. نعم، ما هو عشان بس الوقت، لكن احنا في البيت ممكن نحطه كله مع بعضه. ممكن اروح على النار العاليه؟ شكرا، ميرسي كتير اهو، عشان بس ايه تاخد وتدي مع نفسها اسرع. وبعدين هجيب كسروله صغيره هنا احط فيها شويه شوربه، واحط عليهم شويه رز خفاف قوي، يعني نقول ربع كوبايه، نقول نص كوبايه، مش اكتر من كده على الكميه اللي احنا استخدمناها دي. طيب انا حطيت هنا ايه؟ حطيت هنا ايه بقى وانت عمال ترغي؟ حطيت طاسة هنا، هحط فيها معلقة زبدة اهي، الطاسة الصغنونة دي، معلقة زبدة، ثلاث فصوص ثوم، نص بصلاية مفرومة ناعم، ملح، نقطة فلفل اسود يا عبير، نقطة اهو. بصوا اللون لسه فاضله حاجة بسيطة قوي، بصوا اهو، يعني ده اللون اللي احنا عايزينه اللي هو الذهبي الغامق، مش بني. بسم الله بسم الله. انا هضرب ضربة خفيفة مش ضربة جامدة قوي، ليه؟ لان عايزاها يبقى فيها تكتلات، يعني مش زي البصارة مثلا. شكرا. انزل بقى بالرز والشوربة بتاعته، طبعا كمية الرز انتوا حرين فيها، يعني كل واحد بيحب الكميات زي ما هو عايز اهو. الله الله الله. وهضيف نقطة مية
سخنة أو نقطة شوربة حسب أنتوا عندكم إيه. أهو وسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده أهو، والقلقاس نفس الكلام.